السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم نروح ندير تقرير على الملعب تاع هاد في ميلود بيواران، يعني يومين قبل الانطلاق تاع المقابله نتاع الفريق الوطني مع فريق غينيا الاستوائيه، واللي انتهت بفوز الفريق الوطني بنتيجه هدفين مقابل صفر. اذا نقدم لكم هذا التقرير حول التهيئات والتحضيرات نتاع الملعب نتاع وهران اذا قبل الانطلاق نتاع المقابله. وللعلم انه هذه التهيئات والتحضيرات نتاع الارضيه، خاصه مما يخص الارضيه نتاع الميدان، يتم القيام بها يعني قبل الانطلاق تاع المقابلات المبرمجه. اذا ماشي كل على طول العام لانه تكلف اموال كثيره، اذا يتم التهيئه دائما في هدف معين، وهو كما تكون مقابلات في الملعب. اذا نروح نشوف هذا التقرير حول اذا الملعب تاع وهران يومين قبل انطلاق المقابله اذا اللي تمت البارحه. اذا نخليكم تتابعوا هذا التقرير حول الملعب اللي يظهر يعني هو في الحقيقه غالي عن التعريف. اذا نترككم تتابعون هذه الصور الجديده عن ملعب وهران بعد ما شفنا تقرير عن ملعب تويره وكذلك تقرير عن ملعب تيزي وزو. ونخلي اذا في اخر الفيديو هذا نخلي العناوين نتاع الفيديوهات اللي تخص اذا وهران و تيزي وزو في اخر اذا الفيديو هذا، سوف تجدون الرابط انت هذه الفيديوهات. أترككم تتابعون إذن هذا التقرير عن ملعب وهران، والسلام عليكم.